تعرفنا أمس على المحاريب النبوية بالمسجد النبوي الشريف، اليوم نستكمل أيضا قصة المحاريب عشان نتعرف على قصة شهيد المحراب وعلى المحراب العثماني وعلى محراب التهجد الذي كان يصلي به رسول الله وصلواته وسلامه عليه. خلونا نستكمل هذه القصة لنتعرف على كل المحاريب اللي داخل المسجد النبوي الشريف. ثم لازلنا في القرون المفضلة، جاء عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي عرف بشهيد المحراب. فقال عمر: اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فتوفي في المحراب فلقب بعمر بن الخطاب شهيد المحراب. فهذا هو موضع محراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذا المكان. تجعل هذا المحراب النبوي كما هو ظاهر خلفك تماما، ففي هذا الموضع هو موضع المحراب العمري. لذلك ثم هذه بقبة المحاريب، لأنها تعلو ثلاثة محاريب: تعلو المحراب النبوي، ثم المحراب العمري، وهو المحراب الرابع تاريخيا. هذا المكان، نعم بالضبط، استشهد أمير المؤمنين عمر الخطاب وكان يصلي صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي. ثم كان من أدبه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحب أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه أبو بكر الصديق، واستأذن وطلب ذلك من عائشة وكانت قد أذنت له. ثم جاء عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان من استحيت منه ملائكة الرحمن، وزاد في المسجد في الجهة الجنوب. فوقف عثمان رضي الله عنه يؤم المصلين في هذا المكان الذي يعرف بالمحراب العثماني، وتعلوه القبة العثمانية نسبة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان. ولم يزد أحد من عهد عثمان إلى اليوم من جهة الجنوب، وذلك لأن أي زيادة سيخرج عن حد الروضة الشريفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فموضع المواجهة الشريفة الذي يتوسط المحراب هذه الجهة داخل في ما بين بيتي ومنبري، موضع المواجهة حجرة حفصة. فإذا زاد إلى الجنوب أي أحد فمعناها أنه خرج عن حد الروضة الشريفة. فعثمان اختار المكان بدقة أن يكون في حد الروضة الشريفة ما بين حجرة حفصة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون التزموا في هذا المعيار خلال 14 قرن، لم يزد أحدا بعده إلى اليوم. نحن الآن في دكة التهجد التي أخذت اسمها من محراب التهجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه ربه تبارك وتعالى: يا أيها المزمل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا. فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة التهجد، ثم رآه المسلمون، ومن ذا العاقل الذي يفرط في أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلا يصلي خلفه، فصلوا خلفه. في اليوم الثاني ازداد العدد، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فطوى الحصير ولم يأتي بعد ذلك. فلما سئل قال: خشيت أن تفرض عليكم فلا تقدروا عليها. الليل يصهره بالوحي يعمره، وشيبتك بهود آية استقيم. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في التهجد في هذا المكان، لذلك سمي بمحراب التهجد، يحاذي موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إضافة معمارية بديعة جدا تحفظ هذا التاريخ. هذه العمارة هي عبارة عن جغرافيا السيرة النبوية.